الحمد لله المقابله ما تكون مقابله جميله نطلب باش تكون مقابله كبيره المقابله ماشي سهله على الفريقين احنا عندنا واحد الامتياز ديال المقابله الاولى غنحاولوا ان شاء الله باش 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 نلعبوا ونحققوا واحد النتيجه ايجابيه اه كنطلبوا من الجماهير ديالنا باش تجي تساندنا وان شاء الله غادي يكون التاهل من نصيب ديالنا ان شاء الله